بخير عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم نهاري، واحد الكيكه كنت صايبتها وحطيتها في ستوري، والبنات قالوا لي سنة عاودي شاركيها معنا، عجباتهم. فقلت علاش لا، انا دابا الصباح نيت غادي نديرها باش غنفطروا بها. فمهم بقاو معايا هنايا، بغيت نوريكم زعما المقص، ومنها بغيت ندشنو هكذا كنبغي نقطع بيه شحال من حاجه. المهم غنجربوا نشوفوا ب5 دراهم، غادي نجربو ونشوفو الا كان مزيان ولا ما كانش. المهم غادي نهرس هاد جوج بيضات، وغادي نزيد عليهم كاس ديال السكر سنيده ديال العنبه، ونص كاس ديال العنبه ديال الزيت. انا ما في الكيكه ما كنكثرش الزيت، صافي ومعتمد بالله. هنايا فايق بغى يعاونني قلت يزيد. دابا غنحرك هذاك كاس السكر سنيده ونص كاس ديال الزيت، وغادي نزيد معاه كاس ديال العنبه ديال الحليب، وكنزيدو معاهم معلقه صغيره ديال الخل، هذيك هي اللي كتساعد على الكيكه كتجي اسفنجيه. صافي ومننا غادي ندشنو داك الفران، غادي نشوف. المهم معتمد كيكوب هنا وكيكوب لهيه معليش. المهم مزيان هكذا بدات. من بعد ما كنخلطوا داك الخليط كنبقى نزيد جوج خمارات، وكنزيد طحين فشيئا فشيئا، او ممكن تعبروا بثلاثه الكيسان ديال العنبه. انا بصراحه كيعجبني هكذا الكيكه، نبدا نخلطها حتى نشوف يعني القوام ديالها. صافي ولفت هكذا قليل، في كندير المقادير يعني على ودكم وصافي. ومعتمد هو محمقني، انا كنصايب الكيكه هو محمقني. صافي درتها في هذا المول هذا الطويل، دهنته بالزيت ولا الزبده اللي بغيتو، ودهنته بالطحين ديالي وجدات. هنا غادي ندهنها بالكونفيتور والفيرميسيل، ولكن للاسف تمسحات لي ديك اللقطه باش وجدت حطيت الفطور، ولكن معليش. المهم هي الكيكه، وكما قلت لكم كتجي غزاله، وشوفوا اللون كي كتجي مذهبه، نتمنى تجربوها. ودابا بقاو معايا في الروتين. هيا البنات مشيت نتقدى، تقديت كنت غادي نجيب غير الخضره صافي. و المهم استفسا دابا في الثلاجه. المهم الخضره قلت بلا ما نبقى عاد نصور معكم، تقديت الخضره تقريبا اللي غادي تكفيني هاد الايام. وجبت معايا هاد الحوته هادي، صراحه غير تجهيتها لقيتها خبقه جديده جايبينه، وانا كيعجبني هاد الحوته هاد البوري ديال البحر، وخديتها صافي. وداك المقص جيت نقطع به هو يطرطق، صدقوا ما زوينينش ما صحاحينش، لا انصحكم به. المهم انا دائما كنقول لكم حاجه، كاينه ديال 5 دراهم اللي زوينه، وكاينه وصراحه ما فرصيتي لي ما والو. يلا بغيت نقطع يعني غير طريف من الفوق، وما صدقش صحيح. هذيك المره على شتو عقلتو في العيد الكبير كنت كنقطع بواحد المقص كبير وقاصح، كنت كنقطع به شكامبو وعجبني، كان الوسيلي شاريه، ولكن انا مي شفتو كيسحب ليا زعما نفس لامارك سعاد عيان. صافي هنايا الحوته ما عطيتهاش ليه نقيها ليه، ديما انا ولفت هاد القاعده خصني نجي ونقيها انا. وثم دايره قهوه حدايا، وغتبان لكم حلفه ديال السلك هي اللي كنحك بها داك البشر، باش داك البشر ما كيبقاش لاصق فيها. صراحه الطريقه وراتها ليا ماما، والثومه انا دايره في دوك الحكيكات اللي شريت ديال درهم، كنقيها وكنديرها في الثلاجه مي كنبغيها بلا ما كنبقى عاد نقي في الثومه. وصافي ودرت الشرموله المغربيه اللي معروفه، التحميره الكامون القزبر والملحه والكمون، شويه زبيده بلديه، شويه الحامض معصر، الخل، صافي هادشي اللي كاين. شرملتها مزيان، والخضره البطاطا مطيشه الفلفله، وغادي ندير حتى البصله. كندير ديديكاس للامياء على ما اظن وقيله في المانيا، كندير لها ديديكاس، هي متتبعه القناه ديالي. وكانت هذيك المره شافتني درت الطاوه تسرني قالت لي سنه بقاي ديري البصله، فدرت بصيله. وهي صراحه حنا كنديروها في دارنا، كنديروا البصله. واحد المره درت بودنجال، غير انا هاد الطاوه هذه خصني ان شاء الله الا مشيت للشيخ المفضل غادي نشري دوك الطاوات العاديين، عرفتوهم راجلي كيحمقوا فيها الحوت، كيكونوا صغيورين وكتجي هكذا المريقه. يعني هذا ماشي بحال هادي، هادي الا كثرت فيها الخضره ما كاينش اللي غياكلها ليا. صغ كبيره بزاف البنات، عائليه ماشي صغيوره. هذه كانت عندي ديال الفران ديال الطو كبيره، وهي اللي عندي ديال الزاج طوال، ولكن راجلي ما كيقول لك ما جا كيجوش بنان، كتجيش فيه الحوته بنين. ايوا صافي وليت كندير هذه على ما نشري ديال كما قلت لكم مربعه صغيوره، وبغيتني شي نهار ندير لكم فيها بقلاوه. صافي هادشي اللي كاين، قطعت في الجناب البصله
ومطيشه ولا فلفله ولا مي اشهات هي ديال البصله درتها وصافي. وحكيت مطيشه على ديك الشرموله وزدتها عليها من الفوق، غادي نزيد لها واحد الكويس الماء وصافي وندخلها للفران. طبيعه الحال شويه زيت البلديه. يا درت الزرع وفورس غادي نعجن. طبيعه الحال راه وريتكم في الفيديو السابق، هنايا جيت طرحت الخبز اللي خمر ليا، درت المقله الثقيله حيت هذا الفران هذا الطاوه ديالو ماشي كبيره بحال اللي عندي، ونفس الوقت المقله الثقيله كتجي دايره ملي كيجي تحمر كيتحمر على قد ديك الخبيزه، ونفس الوقت هذيك الطاوه الكبيره اللي عندي دايره حيت هاد الفران المشكله ديالو ما كيدخلش ليه اي طاوه، خصو الطاوه دايره. ودرت والاخرى دايره دايره فيها الحوت، فدرت في هذه ديال الثقيله ولكن جاتني مزيانه، عطيت طاب الخبز غزال. المهم دابا غادي نخليه يتحمر. شعلت عليه، كنشعل عليه لتحت والفوق، هذا ما فيهش لا درجه لا والو، اما لتحت اما الفوق اما كتشعليهم بجوج صافي. وغادي نمشي نكمل شغالاتي وهانتوما معايا. والحوت ها هو حيدته، ها هو طاب صافي. غادي نغطي عليه وغادي نمشي للدار نضرب ليها واحد السيقه حالتها، نضرب ليها السيقه ونيت تيوت الماكينه كنرميه للدروج، وهي هذيك حجه وزياره كنسيقو كلشي الدروج حتى هما كنديرو فيهم واحد الخير كنسيقوهم كيتنقاو هكداك. صراحه من الاحسن مره مره كنسيق هذوك الدراج باش داك الوسخ كما كيدخل ليا للدار وصافي. اليوم شويه فرصيت على راسي ولكن ما عليش، كنحاول الشغل الثقيل والروينه حيدتها اليوم باش ان شاء الله نهار الاثنين عندي معتمد خصنا نديو للمدرسه، فما غنوضش نجبد الروينه والصبين والتسيق. والحد غادي نحاول نعطي راسي شويه الراحه، غادي ندوش حتى انايا نوبتي ديال التدواج عطا الله ما يدار صافي. هنا كما كتشوفوا درت الماكينه كي حوايج كيتصبنوا مخاد، باقي عندي عرام، هادو ما صبنتهمش البنات كانوا عندي كتار، خملت الصاله ولكن ما صبنتش المخاد، بعد صبنتهم صافي. ونضرب حكه لهاد الماكينه تبرات وانتم معايا. وكنحيدهم دابا وكنشلل، رديت النص شللته في الحمام وصافي، وما غنعصرهمش غادي نطلعو نيشان فازكين مع دابا الشمس ماشي بحال البرد والشتا اللي خايب. يلا دوشت ليه دابا، ضربت ليه غسله، كان قبيله وكيلعب في البانيو، البانيو ديال الصبين خشيتو فيه ايوا. ومن بعد ضربت ليه واحد الحكه باش ان شاء الله الاثنين عنده القرايه باش نوريكم المدرسه فين كيقرا ياك. وهنايا البنات كما كتشوفوا، من بعد جيت نسيق، غادي يبان لكم تما مغطي داك اللاوات اللي خويت الغشاويت المخاد وداك الشيء اللي صبنت حيت قلت لكم ما صبنتهمش، غطيتهم بالبطانيه باش حتى ما يمشيش لهم لا الول لا حتى حاجه ولا حتى القطيطه ما تمشيش جهتهم. غطيتهم بالبطانيه وصافي مشيت كنسيق. والصباح هكذا نوض بكري غنعري عليهم هكذا كيتفوهوا زوينه كضربهم الشمس صافي. هادشي اللي كاين وحاولت نشارك معكم هاد الروتينات كيعجبكم نتوما، دائما كتكتبوها ليا انا شاركي معنا الروتينات. واليوم بغيت ندير فيكم شويه الحماس باش نتوما تنوضوا تسيقوا ولا عندكم شي روينه باقي ما ساليتوهاش تحيدوها قبل الدخول المدرسي باش هكذا ما كنبقاوش عاد نجبدوا الدز عليك والروينه. صراحه هذا العام هذا ما بغيتش نبقى غادي ننظم وقتي، واخا كنظن زعما الدراسه ما غاتكونش بحال ما الله اعلم، ما عرفتش انا السيستم شنو دايرين لحد الان باقا ما عرفتش، ولكن ما نبقاش نجبد الروينه في اوقات القرايه ديال المعتمد حيت الاوقات الاخرى كنت صراحه كنبدا ندير الدرك. هاد العام ان شاء الله غادي ندير السيستم بحال الناس الموظفين يعني بحال خدامه، غادي نبقى نجمع جميع عادي خفيف جدا، وفي العشيه غادي نبقى نعطي الشغل بزاف، هي اللي غادي نبدا نقضي الشغل نطيب الخبز، وفي الصباح غادي نحاول يكون واحد الجميع خفيف
خفيف بسيط باش هكذا يبقى يجي معتمد، يلقى لي يعني مستعد نحفظه، مستعد ندير بزاف د الحوايج. حيت حنا الامهات اش كنديرو؟ كن الصباح كنوضو بكري، كندي ولادنا المدرسه، كنصايبو لهم فطورهم، كنرجعو كنبداو نجمعو التخمال، العجينه، السوق، تسياق، كطلعي تنشري تبطي، كتمشي تجيبي في العشيه، عاوتاني كتنوضي توجدي الكوتي. ملي كيجي مع الخمسه كيلقاك مسخسخه وديك الكانه، يعني بحال كديري شي حاجه فوق. وبعض المرات يعني كتولي تنتي كسوله، يعني دغيا كتحفظي، كتبغي دغيا تسربي، ما كيكونش عندك داك الطاقه لولدك. اما بالعكس من الاحسن نحاولوا هاد يعني انا المهم انا كنعاود لكم شنو خديت قرار. نوض في الصباح ان شاء الله الى بقينا حيين غادي نبقى نوجد الفطور. الفطور غادي يكون دايره ليه البروغرام قبل بالليل. غادي نحاول بالليل بزاف د الحوايج نحيد، بحال جميع الصاله نبقى نجمعها بالليل، نغسل معناتي بالليل، بحال الخبز نعجن في العشيه نديرو في الكونجولي، ماشي دائما، مره هكذا. بحال الا كنت غادي نصايب شي كيكه نصايبها مثلا في العشيه، الصبايا مثلا في العشيه نحيدوا عليا في السبت والحد. المهم فهمتوا، ما نخليش ديك الروينه تراكم عليا. بحال دابا مثلا السوق نتقدى في الاوقات اللي يكون مثلا المعتمد جالس باش العيا فهمتوا، باش ما تكونوش عيانين، باش مع الخمسه مي كيجي الولد يعني او بنتك او وليداتك تلقاوك عندك الطاقه باش تجي تحفظيهم، تراجعي معاهم، تلعبي معاهم، ماشي كيلقاونا نهار كامل وحنا حك صب نسيق. ومي كتجي وماشي غير ولادك، حتى راه الزوج ديالك مي كيجي كيلقاك شعرك طالع في السماء. احنا فينا العيال سبحان الله العظيم، ماشي كلشي، ولكن الاكثر هي هاد الامهات اللي عزيز عليهم الشغل والنقاء، ما كنهضرش على داك يعني اللي مقابلين غير راسهم. الاكثريه كتلقايهم مثلا 80 نقولوا في المية تتلقايهم في العشيه، كتلقايهم ما دايرين، ما كيماش تنشرهم، ما مهلين فراغ. هنايا بديت كنشف هاد المرحله البنات، عندي هاد الجفاف صراحه زدق زوين. هادو عندهم مولين 5 دراهم تيتباعو، عندهم مولين الحانوت 100 درهم، ولكن مول 5 درهم عنده غير 100 داير. عرفتي كينشفوا الارض دغيا كديري غير جوج دغيا كينشف. البنات طيبتو صراحه، كيعجبني انايا محمر، ترى جي كيعجبو محمر صراحه، صدق الفران شهوه منه بالله القسم. ايوا صافي هذا شو كيجي، كيجي الخبز جرطاب والله الا ما كيقصحوش، وسحب ليا في الاول كون خديت بحال هذا. شوف تبارك الله الخبز باش نقطعو لكم وتشوفوه، راه نفس الطريقه اللي صايبت معكم ديك النهار. غير انا لاحظت واحد الملاحظه ملي كنصور لكم في الطابله ديال الكوزين ديال الصاله، كتقولوا لي الخبز ما محمر، هذيك راه ناقصه صفراء، وقيله من البوله البنات، حيت الكوزينه ضاويه على الصاله، حيت الصاله ريدو هابط عندي وما مطلعاش بزاف باش تضرب الشمس، والبوله عندي قليله. هادو واحد بعد المرات تنحط في ستوري في الفيس وكيقولوا لي حمري خبزك مزيان، رانا حيت كنديرو في الفريكو كنبغيش نحمر باش لا غدا مي كنسخنو، حيت انا راه ما كناكلوش الخبز بزاف. دابا هاد الخبيزه وحده يلاه نتغداو بها كاع صافي. دابا نحط هاد الجوج هادو، واخا دي حمرت شويه ولكن بالعكس راجلي غتعجبوها. وهاد الجوج غادي نديرهم في المجمد. هنايا كيف ما كتشوفوا حطيت الخبيز ديالي اللي صايبت الزرع، صراحه هاد المره جاني واعر عجبني بزاف، حتى ديك المره جاني زوين. وبالنسبه انا هي الاخرين ما كنحمرهمش، اللي كيبقاو ليا باش لا غدا مي كنجي نسخنهم عاد كنشعل عليهم الفوق باش كيتحمروا. المهم البنات كما كتشوفوا وقعت لي واحد الكارثه، واحد الكارثه ما تصوروهاش. شغنقول لكم، جات عندي واحد صديقه ديال عكوستي وفرحت بزاف بزاف، وجالسه ويلا حطيت القهوه، المهم حطيت لي قسم الله وحطيت الفاكهه، وجا ولدي بغى يهز الكاجو
وز وحده خشاها فمو انا ما شفتوش، يعني زعما ماشي باقي صغير مولف كياكل، وكنحط ليه معاه اتاي. هو دابا بغى زعما بحال الله يلمق هز هذيك الوحيده ومشات ليه في الحلق عطيه البنات. ودابا انا المشكله شنو كيسحب ليا؟ كيسحب ليا غير مضغه وحلات ليه، وتيدي عطيه الولد صافي صافي بحال كيلقف غيموت. عاد بقيت كنضرب ليه كندير ليه الاسعافات، ضربت ليه في صدره وما بغاش تخرج ليها البنات. هبطات الحمد لله في الاخر هبطات صافي، وعاد عطيتو الماء وحاشاكم ذكيره دو تخلعت البنات. عرفتي ديك المراه حشمت قدامها تقريبا شي نص ساعه هو كيجيف، وبحال ولات ليه كحبه عيني خارجين بالدموع. عرفتي بقى فيا دابا وحق الله، عاد خرجت انا وياه المهم باش نسكتو تخلع هو براسو تخلع. بعد البنات ديك الخلعه كنت كنصايب لراجلي الخليع ما جاتني مع المرضى ويباس وكرم وكل شيء، ومن ما صايبتوش دابا اليوم عاد صايبته. في الفيديو اللي من المورا هذا غادي نحط لكم الخليع صراحه ساهل ماهل، وهنا غادي نودعكم احبابي ونقول لكم ما تنساوش لي لايك.